تواصل معارض أهل رمضان المنتشرة في أنحاء محافظات دمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة تصل نسبتها من 30 إلى 40%. تتضمن المعارض سلعا غذائية وجميع لوازم كعك العيد بمناسبة عيد الفطر بأسعار مخفضة وأقل من الأسواق الخارجية، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. ويتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات. والله أنا جيت المعرض عشان أجيب حاجات رمضان وحاجات العيد، فجيت جبت كحك العيد وجبت الغريبة وجبت بسكوت وجبت كراميلا وشوكولاتة بجميع أنواعها. الحاجات دي جميلة جدا ورخيصة. المعرض بتواجد فيه جميع المستلزمات من كحك العيد والفراخ البرازيلي والرز بسعر 15 جنيه وملابس ويميش رمضان والسكر والزيت وكل المنتجات موجودة الحمد لله ومتوفرة عندنا هنا وأسعار مرتاحة عن الأسواق. الحقيقة يعني الأسعار أرخص من بره بكتير في متناول الجميع. وبرضه اشتريت قبل كده، كان المرة اللي فاتت اشتريت رز وزيت وحاجات من هنا، كل ما بعوز حاجة باجي أخدها من هنا لأن الأسعار أرخص من بره بكتير يعني.